فقرات في البرنامج كده بتبقى بناء على طلب حضراتكم، والحقيقة يعني بتصل بدكتورنا الكريم الغالي. هو كان الفترة اللي فاتت كده مسافر في مؤتمر، وطبعا حجتهم على ان ما ينفعش نجيبه من بره يعني، فهو اول ما وصلنا شرفنا على طول. والحقيقة انا عايزة اقدم له شكر مش شخصي، انا عايزة اقدم شكر لقصر الشفاء، والشكر ده مش مني، انا هقوله دلوقتي شكر من مين. مركز قصر الشفاء في كل محافظات مصر. بس الاول ارحب بضيفي دكتور سامي قنديل، استشاري اول علاج الالام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحة، اهم حاجة بدون جراحة. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازي حضرتك استاذ؟ شرفتنا والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. من المؤتمر وربنا يزيدك علم. الله يبارك فيك ويكرمك. الله يكرمك. واسمح لي بقى الشكر. اتصل بيا سيدة فاضلة جدا جدا من الصعيد، وقالت لي لازم اقول اسمها، ست ام عبد الرحمن. ربنا يبارك في عبد الرحمن وكل عبد الرحمن، لو قلت حتى انا كمان ام عبد الرحمن. قالت لي اشكري لي قصر الشفا، انا عارفه ان دكتور سامي بيجي عندك، وقولي له ربنا يبني قصر في الجنه لكل العاملين في قصر الشفا، لان انتوا انقذتوا زوجها، كان عمل يعني وقع من على السلم مش عارفه ايه، فقالوا له لازم، لا انت كده مش عارفه حصل الغضروف ايه وبتاع، وشيل المفصل ونركب مفصل تاني. فقالت لي قعدنا ندور على مفصل، مفيش الايام دي مفاصل، اعتقد هي بتبقى بالمقاس او حاجه زي كده. فناس قالوا لها طيب ما انت بتتفرجي على بنت البلد ودكتور سامي قنديل في قصر الشفا، ليهم فرع عندنا في المحافظه. فروح انا كنت ناسيه خالص ان انا بتفرج عليكم. فروحت راح من تاني جلسه في تاني شهر، قالت لي كانهم يعني عملوا سحر بفضل الله وبفضل علمك وبفضل كل الزملاء المتابعين لحضرتك او الشغالين مع حضرتك في قصر الشفا، الست بتدعي لكم جميعا. فانا قلت ابلغ رساله، ويعني الشكر لحضرتك والشكر لكل العاملين في قصر الشفا الاطباء الممتازين. وتقول ايه بقى للست ام عبد الرحمن؟ هو طبعا ده اصبح واجب علينا، لان احنا الحمد لله رب العالمين كنا بنتكلم ان احنا البلازما وان العلاج خشونه ركبتين او علاج مشاكل العمود الفقري او مفاصل الجسم عموما او الام المشاكل المزمنه اصبح لها علم كبير، وبقينا بعيد تماما عن فكره التدخل الجراحي ده او الخط. لا ده الحمد لله رب العالمين، يمكن الكلام في المؤتمر الخمس ايام اللي فاتوا كلهم، برغم ان موجود في وسطنا جراحين وناس كتيره ومن كل الجنسيات وايطاليا واوروبا وكل الجنسيات وهم جراحين، ورغم ذلك كانت التشويز او الاختيارات الاولانيه الحقن ثم الحقن ثم الحقن، وان البلازما بقت واخده السيكتور الكبير. ففكرة ان احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين في الطريق الصح، وانا كنت سعيد جدا يعني حضرتك لما تحس ان الكلام اللي بتقوليه من كام سنة والله وربنا يعلم هذا الكلام بيتقال قدامك من زملاء وناس كبار. احنا كنا ما شاء الله مصر طبعا دايما ربنا يبارك، كنا 85 طبيب من مصر، الله اكبر، فيعني ده حاجة مشرفة طبعا. ففكرة ان انا الحمد لله رب العالمين بنتكلم مع الناس، فكرة ان احنا الحمد لله رب العالمين بنعالج بنوصل لحلول بدون تدخل جراحي، ده واخدينا من بدري الحمد لله. وعمين كان في 10 سنين بتقول لي بعد ما كنا زعلانين ان مش لاقيين المفصل وخلاص هنعمل ايه، هنروح نعمل عمليه جراحيه نشيل المفصل القديم ونركب مفصل صناعي، قالت لي حمدنا ربنا ان احنا مش لاقيينه لان وجودنا في قصر الشفا غير حياتنا كلنا. قالت لي والنكد اللي كان في البيت ان هنعمل عمليه وهنشيل مفصل ونركب واحد صناعي فكرة ان احنا نوصل لان احنا نعرف الناس يعني ايه ان احنا نعالج بدون تدخل جراحي، وده طب الحمد لله وعمين الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى نجحنا فيها. كمان بقى اللي كنا خلال 6 شهور اللي فاتوا، ويمكن برضو الحمد لله حضرتك ساعدتينا في حاجات زي كده، ان احنا فعلا نبقى قريبين من الناس قوي. النقطة دي مهمة جدا، النقطة احنا ما شاء الله رب دولتنا دولة كبيرة وخمس اكتر من 28 محافظة، فاحنا بنتكلم في محافظات كبيرة وانتقالات وكده. ففضل الله سبحانه وتعالى في خلال الفترة اللي فاتت دي والحمد لله بقت الامور اتحطت وبقت ثابتة الحمد لله، ان احنا بقينا اسبوعيا متواجدين. وده الجديد بقى، دي بقى مفاجأة لكل المرضى في جميع محافظات مصر. في قصر الشفا كانوا الاطباء موجودين
مره في زياره كل شهر وكل ساعات 3 اسابيع بالمحافظات الكبيره زي اسكندريه، كانت كل اسبوعين، النهارده بقت كل اسبوع. كل اسبوع؟ كل اسبوع. ثانيه واحده، كل اسبوع في كل محافظات مصر، القاهره واسكندريه وكل المحافظات اللي في الصعيد واللي في بحري. فيكس الحمد لله رب العالمين. المريض النهارده لو لا قدر الله وارد جدا ان حضرتك تاخدي جزء نوع من العلاج او تتعاملي مع طبيب، وفي خلال اسبوع 5 ايام محتاجه تستشيريه، محتاجه تزوريه تاني، في حد معاكي واحتاج حاجه في خلال اسبوع، الحمد لله ربنا متوفر. مش استنى الشهر اللي بعده، فانا كده كل شهر متوفر قدامك. سوري انا اسفه، كل اسبوع يعني كل اسبوع، بعد ما كنا كل شهر متواجدين مره يعني بيضطر المريض ينتظر. فبفضل يعني الحمد لله اطباء العظماء اللي موجودين في قصر الشفا في كل المحافظات هيبقوا موجودين مع حضراتكم كل اسبوع. واتصل انا بقى بالارقام دي اعرف اليوم ايه، يعني اعرف مثلا في محافظه مثلا المنيا. لا الحمد لله رب العالمين، العياده معروفه، المستشفى معروفه، المكان معروف، مش دكتور عدى كشف عليا ومشي ما شفتوش تاني، لا حاجاتنا الثابته، وفي عقود وفي تعاقدات وفي الله. مسؤوليات وفي ناس مسؤوله تتابع معاكي، فالحمد لله رب العالمين. ده خبر عظيم يعني والله ده خبر عظيم للمرضى، اني ابقى مطمنه ان انا لو تعبت هلاقي قصر الشفا موجودين معايا الاسبوع ده، الاسبوع اللي بعده، الاسبوع اللي بعده، الاسبوع اللي بعده. في حاجه تانية برضو انا معلش دي مهمه بالنسبه لي، انا باكد ان العرض اللي قصر الشفاء عاملاه اللي هو اسبوع مش اسبوع جلسه عليك وجلسه علينا ما زال موجود. العرض ده اللي حضرتك عملتيه الحمد لله رب العالمين، وده من بقى دخلنا قربنا على سنه، واحنا كنا كل 23 والحمد لله بفضل الله لازم فضل شهر 11 وشهر 12 وبامر الله ربنا هيبارك لنا وهيساعدنا في 24 كمان يا رب، هنبقى في عروض احسن من كده. ودايما انا بقول كده، دايما بتقول يا رب والخير بيجي لك. يعني باكد على حضراتكم تاني، احنا موجودين في كل محافظات مصر كل اسبوع مش كل شهر، و جلسه بيه. عليك وجلسه علينا، يعني حضرتك هتدفع ثمن جلسه وقصر الشفا هيدفع ثمن الجلسه اللي بعدها مجانا، لسه العرض موجود لحد اخر سنه 23. كلام صح؟ الكورس كامل الحمد لله رب العالمين، المريض بيعرف كورس بتاعه 4 جلسات 6 جلسات حسب ما الدكتور بيشخص ويشوف اشعاعاته ويفحصه، وناخد قرار ان انت محتاج جلسات من 3 ل4 جلسات 6 جلسات، بتتعمل الجلسه الاولى والثانيه على طول بتبعها علشان نكمل الكورس. الله الله الله، دي مسؤوليه امام الله وربنا يقوينا يا رب. الله يبارك ان شاء الله. طيب اسمح لي نطلع نشوف تقرير، نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع الدكتور. الحمد لله يا حبيبي، شرفنا النهارده، ربنا يخليك يا دكتور سامي. انا عايز اسمع حضرتك بقى بتقول ايه، لان انت النهارده جاي بفضل الله ربنا يخليك، حضرتك جاي علشان عايز تقول رساله معينه، ودي حقيقه. يعني انا النهارده الجلسه الاخيره مع حبيبي والهديه اللي ربنا بعتها لي دكتور سامي لعلاج الخشونه عندي في الركب، النهارده الجلسه الاخيره دكتور سامي، التحسن فوق 95%. الحمد لله، الله اكبر، والشفاء من عند ربنا، وربنا يكرمك ويخليك، وده حقك عليا ان انا اقول للناس بجد. يعني فعلا الطريقه اللي انت بتعالج بيها دكتور سامي من انجح الطرق اللي انا جربتها مؤخرا، وجابت نتيجه واغنتني عن ان انا افكر ان انا اعمل عمليه، ودي كانت بالنسبه لي مشكله كبيره. انا يعني كنت سعيد لحاجه واحده وانا لاحظتها بدون ما حضرتك تتصل وتقول لي، ان انت ما شاء الله وقفت حوالي 3 ساعات او يمكن اكتر في الحفله الاخيره حاجة عملتها في القلعه بالظبط، ورحت وجيت وتحركت. ده لو لا قدر الله لو الواحد متوجع كنت هتبدا معتذر عن شيء، كان هيبقى باين عليك ان كنت سعيد مبسوط جدا. الحمد لله حضرتك كانت كويسه، طلوع السلم كمان الله اكبر دلوقتي، والنزول بقى اسهل كتير من الاول الحمد لله. اللي عايزه يكون بقى فعلا نصيحه للاستاذ هاني شاكر، الراجل المحترم الفنان الكبير باسم الوطن العربي كله بيفتخر بيه، ان فعلا نحافظ بقى. انت ما شاء الله وزنك كويس، شرب الميه، الحاله النفسيه، انا دايما اقول كده، الواحد لما سعيد ان هو الحمد لله ربنا من عليه بالشفاء يتم مبسوط. والله يا دكتور سامي فربنا يعني فعلا انا بقول للناس اللي شايفانا بجد النقله كبيره قوي، ربنا يخليك الحمد لله. يعني انا الحركه كانت بالنسبه لي في وقت من الاوقات لما جيت لك انت شفت الحركه بالنسبه لي مشكله، الوام والقعاد وطلوع السلم والنزول، لا فعلا مشكله. هل فعلا بامانه وربنا يشهد على هذا الكلام، هل فعلا الحقن مرعب؟ طريقه الحقن وان انا باخد عينه الدم
ونحطها البلازما والمساعد الحاجات الجيلاتين وحاجات المساعده ليه؟ هل هو حاجه مسهله جدا المفروض خالص خالص ولا الم زيرو الم؟ وده الشرطي كان معاك من الاول قلت لي وانت وعدتني قلت لي انا البنج اللي بيتحط يعني يا شكل الحقنه قد يكون بيخض والله ايوه لكن الحقيقه والله انا لما اغمض عيني انا ما حاسس ابدا. الف الف شكر ليك يا حبيبي على اهتمامك وذوقك. والله انا كنت تعبانه وجيت حقنت اول مره حسيت بارتياح وثاني مره برضو والحمد لله والبركه في الدكتور سامي والحمد لله ربنا يصلح ما بين ايديهم واخلاقهم محترمين واللي ما حقنش يجي يحقن لو تعبان يجي لهم. انا الدكتور محمد عامر استاذ مساعد تقنيات التعليم في جامعه الامير سلطان كنت تعبان جدا اتفرجت على برنامج الدكتور سامي على في التلفزيون دي الجلسه الثالثه الحمد لله من تاني جلسه والحمد لله يعني تقريبا شبه الالم اختفى تماما يمكن بنسبة 90%. جزاهم الله خير الاستاف كله الدكتور يوسف والدكتور سامي والاستاف ما شاء الله عليهم الله أكبر. من أول ما جيت وحقن رجلي الدكتور سامي عندي أنا حسيت بتحسن كبير قوي وبنام مرتاح والحمد لله وبمشي وبقضي حاجتي والحمد لله. الأول ما كنتش بنام بالليل كانت تبقى ركبي قفشة كده وما أقدرش أفردهم وما أقدرش ألمهم وكنت يعني كنت بالليل بقى بحاجة صعبة كنت بقى ببكي يعني عشان اقوم اروح الحمام كنت اقعد ابكي واسند كده على الكراسي يعني انا بقول الحقيقة يعني مش اللي انا حسيت بيه من اول حقنة خدتها وبالذات الحقنة اللي قال عليها دي اللي هي الاولانية دي الحمد لله ركبي فكت وبقيت الحمد لله واتحقنت النهاردة الحقنة التانية الحمد لله اي ما ماشي لوحدي كده وحد ساندني بعدين جاية من بره شو قدامك يعني ما حدش ماسكني ولا حد ساندني. انصح الناس ان هي تيجي عند الدكتور سامي عنديه ده انا رحت مصر لاختي قلت لها ده انت قريبه منه في عباس العقاد روحي كل جيراني انا كل جيراني من اول حقنه قلت لهم والله وكنت تعبانه جدا ما اعرفش امشي لازم يسندوني ما بقدرش اتقلب وانا نايمه جيت حقنت الحمد لله والحمد لله والشكر لله رحت العمره اديت المناسك كلها الحمد لله زي الفل والله الحمد لله دي شهاده الواحد يعني ايه يتحاسب عليها اهو الحقن زيرو الم مفيش الم وتحيه للنجم العربي الكبير اللي على فكره ما اعرفش برده يعني فكره ان هو يقرر يطلع يقول اللي حاسه عشان ينفع غيره المعروف عن استاذ هاني شاكر انه ما بيطلعش في اي برامج او ما بيطلعش في اي يقول اي كلام لكن انه يصر عشان زي ما هو ربنا كرمه الحمد لله بالشفاء يكرم الناس التانيين اللي ممكن يبقوا قلقانين او خايفين ان يتألموا. بعد اذن حضرتك عايز اتكلم تاني عن فكره الحقن بالبلازما نقول ونوضحه تاني للناس انه حاجه طبيعيه ومن جسمي مني فيني طبعا. يعني مش بجيب انا حقن كيمياء احقن جسمي ده من ده جسم يعني البلازما مننا فينا فاشرح الموضوع ده واشرح لي برده انت قلت لي حاجه حلوه قوي عن المؤتمر قلت لي ان في جهاز ده احدث جهاز في الحياه في للعلاج نتكلم عنه برضو بعد اذنك هو يعني طبعا انا بمتني جدا الاستاذ هاني لانه يعني لسه امبارح كان عندي نجم كوره كبير ودي طريقه الحقن بسيطه والحمد لله رب العالمين هو قال لك انا لو مش باصص ولا كاني حاسس بحاجه والناس بتطلبها بالمناسبه يعني بيقول لي انا عايز زيرو الم زيرو الم يعني الحمد لله رب العالمين لما الناس بامانه بفضل الله سبحانه وتعالى ما بتحسش فعلا وان احنا بنطبق المعايير الصح والطريقه التعييم الصح والاسلوب العلمي لان احنا في الورك شوب في المؤتمر قال لك طريقه الحقن بالطريقه كذا فالحمد لله رب العالمين لما اقعد ابص واطلع اتكلم فان انا تجاربي في البلازما عملت كذا وكذا وكل الناس سالتني طيب انت النتائج عامله ازاي فالحمد لله رب العالمين انت عندك فيدباك وعندك نتائج بتعتمد عليها ده كويس ده شيء يبين لنا احنا الحمد لله اطباء مصر بخير واحنا الحمد لله ماشيين في الطريق الصح. فكره البلازما ان هي الحمد لله بتعيد البناء ان هي بنعتمد على الصفائح وعوامل النمو في جسمنا وناخد عينه من الدم من جسمي انا قدام عينيا وعندي بروتوكول محطوط واطباء في معمل مسؤول عن هذا الموضوع وانابيب واجهزه معمل خاص بقصر الشفا برضو مش بتبعتني بره حضرتك لا خالص انا عندي 12 طبيب مسؤولين بقياده دكتور سليمان يجهز البلازما يظبط
تفاصيل العيان ويشوف تحاليله وياخد الهيستوري بتاع المريض. بعد كده البلازما تتحضر المريض في نفس اللحظه، عشان انا بعتمد على حاجه اسمها فريش فروت بلازما ساعتها بتاعه المريض، وتتحقن في لحظتها بدون الم. ده لوحده بيدي ثقه للمريض ان فعلا الحمد لله رب العالمين انت ماشي في الطريق الصح. طب اسال حضرتك عن حاجه بس يعني بخصوص البلازما، الفرق بين البلازما العاديه اللي حضرتك بتاخدها من الدم والمعمل والدكاتره الافاضل في قصر شفا بيفصلوها ويحضروها لحضرتك، وبين البلازما الموازنه. الحمد لله رب العالمين دائما، واحنا عندنا في الدوله نفسها العلاج بالبلازما ده مشروع كبير جدا، وبس تفاصيل بتخلي الدنيا تلخبط شويه. انما في مشروع كبير واتصاحب الطباء الحمد لله تحت رعايه السيد الرئيس، ان العلاج بالبلازما ده في حاجات تفاصيل كتير جدا، من ضمن البلازما اللي تستخدم في مشاكل النزيف ومشاكل العمليات الجراحيه، وبتعيد تخثر الدم وتحسن في ايقاف النزيف، ده جزء كبير جدا. وفي بلازما اكياس كامله موجوده في وزاره الصحه وفي الجامعات، البلازما المجمده اللي هي بتستخدم في علاج المشاكل النزيف، ودي جزء بعيد عننا تماما. الجزء بتاعنا احنا في قصه البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه اللي فيها عوامل النمو، بل ان احنا كمان عندنا القدره ان احنا بنستخدم الاكسجين النشط اللي هو O3، انك انت تنشطي بلازمه المريض اللي هي طبيعيه بتاعه جسمه، يبقى فيها درجه نشاط اكتر، بتزودها عوامل النمو بجزيئات الاكسجين مثلا، فبتبقى عوامل النمو اللي هي داخله تشتغل وبتاعه جسم المريض كمان احنا منشطينها. ودي خطوات بتتحط في البروتوكول بتاع المريض. طب دي بتنفعني انا كمريض وانت بتحقني في انها مثلا تطول المده بتاعه البلازما في المفاصل، في تحسن الدوره الدمويه، العوامل النمو نفسها خدت جرعه نشاط، الدوره الدمويه اتحسنت، الاوزون نفسه والاكسجين النشط بيحسن في الدوره الدمويه. ده معروف، ده سيكتور تاني كمان، العلاج بالاوزون والطاقه دي مواضيع كبيره وداخله تحت بند الطب، لان ده علم الناس كل يوم فيه جديد. فقصه ان انا بستخدم علاج البلازما مع الاوزون والاكسجين النشط بيساعدنا في تقليل الالم وتحسين الدوره الدمويه وتنشيط عوامل النمو والبلازما بتاعه المريض. فانا بديله دفعات كمان ان هو كده بساعد على البناء، وبديله دفعات ان الكرسي يبقى اسرع، الكرسي يبقى احسن، وخاصه ان قصر الشفا هيبقوا موجودين معانا دلوقتي كل اسبوع في كل محافظات مصر. طب اسمح لي بس اشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي تعب في الكاحل الرجلين الاثنين، ورحت لدكاترة عظام كتير وقالوا لي عملية، والعمليات ما بتنفعش، وعملت علاج طبيعي 42 جلسة والنتيجة صفر. شفت في التلفزيون الدكتور سامي بيعالج بالنظام الحقن، فروحت أول حقنة خدتها إن شاء الله كده لقيت النتيجة 50%، بقدر أمشي وأنزل وأطلع. وحقنت تاني في النتيجة أحسن أحسن وأحسن، بقيت أنزل، الأول ما كنتش بنزل على السلم وأروح الجامع، فنزلت إن شاء الله ورجعت، وبروح الجامع أصلي الظهر والعصر في الجامع، وبنزل على طول وأروح، والحمد لله وربنا يشفي. أنا رحت كشفت على رجلي، لقيت رجلي ده بتقطع وبتوجعني وما اقدرش اصلي كده وانا قاعد. فسمعت الدكتور، سمعت قصر الشفا في التلفزيون. فجيت بقى الحمد لله اتحقق، حلت رجلي مره ومره تانيه وبقيت كويسه. فاضل لي مرتين. الحمد لله ربنا يبارك لي. انا بعاني من 3 سنين بركبتي، كشونه جامده، ما اعرفش اتحرك، ما اعرفش اصلي، ما اعرفش ابرك. حاجات كتيرة بقصص. فأخدت عليك كتير، يعني اتصفت عليك كتير وخدت عليك كتير. سمعت عن قصر الشفا، فتلقيت الموضوع جديد وفكر جديد خالص. بحقنة واحدة اتحسنت، يعني بحقنة البلازما ده، الفكر الجديد ده، اتحسنت بتاع 50%. فربنا يجعل كلامنا خفيف على نفسنا والدنيا تمشي كده إن شاء الله. في حقنة تانية بيقولوا واحدة عليهم واحدة علينا، والدنيا تمشي إن شاء الله في الأحسن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعاني من خشونة ركبتين درجة 4، ورحت لكذا دكتور وكل أصر وقال إن أنا لازم أغير المفصلين، أغير مفصل وبعد 3 شهور أغير المفصل الثاني. فأنا سمعت عن دار الشفاء أو قصر الشفاء، ف
فجيت والحمد لله انا بقالي 4 جلسات، ما كنتش طبعا بقوم لا اقدر امارس حياتي العاديه ولا اقف ولا اطلع سلم ولا اعمل اي حاجه ان انا اقوم واقعد وكده. الحمد لله انا اخدت 4 جلسات في الركبتين، حق انه الحمد لله انا احسن كتير كتير كتير، وقت بمارس حياتي طبيعي جدا، بقدر اطلع السلالم، بقدر اقوم واقعد، بقدر امارس حياتي اليوميه كاي انسان طبيعي، والحمد لله اولا والقصر الشفا ثانيا. انا من 6 سنين حسيت بالم شديد قوي في ظهري ومش عارفه اوط ولا امشي، وتنميل جامد قوي في رجلي وما بعرفش امشي من ورا ظهري لغايه تحت الاطراف صوابع، تنميل ما اعرفش امشي، ما اعرفش اتحرك، ما اعرفش اوطي، ما اعرفش اقف على البوتاجاز، ما اعرفش اقف على الحوض اعمل حاجه. رحت لدكاتره كتير، ولا 5 ولا 7 ولا 8، قالوا لي عايزه عمليه، بس انا عندي عمليه دعامات ظهري وعندي سكر وضغط، قلنا العمليه بتشيل لي يعني مش هتنفعني. ظهري كان فيه خشونه، تاكل اعصاب، تاكل في الفقرات، 5 فقرات واقعين. اما بصيت بقى في التلفزيون اتلقيت قصر الشفا، دكاتره والناس اللي ربنا شفاهم والحالات، بقت فرحانه، قلت يا رب اكون زيهم. حجزت وجات، الدكتور قعد معايا وكلمني وعملت اشاعات رنين واداني علاج هنا وقال لي لازم تخسي جامد، فبدات التخسيس وبدات علاج طبيعي، وباجي شهر كل شهر. اول من اول مره والله العظيم والله العظيم والله العظيم حسيت بتحسن، ووطيت، بقت اكنس في الارض ووطي وامشي، بقت امشي حته كبيره، كنت اركب كل مواصلات الوقت امشي مشوار كبير قوي عشان اركب من بعيد. كنت بعاني من تعب في رجليا، كل ما اروح للدكتور يقول لازم تعملي عمليه تغيير مفصل والكلام ده، طبعا انا ما بحبش الحاجات دي. رحت متصله بيهم، خدت منهم ميعاد، اول حقنه خدتها الحمد لله بقيت يعني نوعا ما، من كنت الاول ما بقدرش اقوم او اتحرك. تاني حقنه لقيت ان انا اتحسنت وبقيت كويسه، ابتديت اخد في رجلي الثانيه عشان الرجلين الثانيين ايه، الرجل الثانيه تواصل مع الرجل الثانيه ويشيلوا بعض الاثنين. فانا قلت لبنتي خدي الرقم واتصليلي، اتصلت وحجزت وربنا اراد، جيت حاجات حقنت المره الاولانيه ما شاء الله. انا ما كنتش بقوم من على السرير ولا بعرف انام على جنبي ولا اتحول من جنب لجنب، ولا الركبه دي اعرف اتنيها ولا ادخل الحمام الا بعكازين في ايديا كده. من اول حقنه انا مشيت من جايه من المره الثانيه اهو جايه من غير عكاز، وبسم الله ما شاء الله، لان الحرقان اللي في ركبتي من تحت اللي في خنقه رجلي فك الحمد لله بفضل ربنا وفضل الدكتور سامي، ربنا يبارك له يا رب. انا كنت بعاني بالم شديد في الكتفين، ولدرجه انا ما كنتش بقدر ارفع دراعي. الحمد لله بعد الحقن دلوقتي بقى تحسن كبير جدا، يعني وصلنا لحوالي 80% ولسه فاضل لي حقنه، فان شاء الله الحمد لله. وبالنسبه للركبتين ما كنتش بقدر اطلع الدور الاولاني حتى في السلم، دلوقتي الحمد لله الالم اللي كان في ركبتي راح، وبقى بقدر اطلع السلم وبتحرك كويس الحمد لله. انا مصدقه الناس دي جدا، شوف العدد الكبير وفي زيهم اكتر واكتر لو وقت البرنامج يستحمل. الناس كلها كانت داخله على عمليات وبالحقن ما شاء الله ربنا نجاهم. انا بس السؤال بقى دلوقتي حضرتك، في نوع من البلازما او الماده الجيلاتينيه انتوا بتحقنوها، كانت الاول بتاخد 6 اشهر، وما شاء الله طورتوها بقت سنه، ودلوقتي اتطورت بقت الماده الجيلاتينيه في الركب بتقعد 3 سنين. دي حقيقه، ما هو دايما بنقول العلم دايما فيه تطور وفيه تقدم، والتكنولوجي في الطب مهمه جدا جدا جدا. ماده الهيروك اسيد اللي هي الماده الزلاليه اهي معانا اهي، كانت في الاول دي كل يوم في جديد، كانت بتقعد 3 شهور، ممكن تتاثر بحاجات كتير في جسم المريض. بعض التطورات بداوا يحسنوا فيها، وصلت ان هي ممكن تقعد 6 شهور برده ما تتكسرش وما يحصلهاش امتصاص، لحد ما بقى فكره الذكاء الاصطناعي ان هي بقت خلاص بقى كان ماده جيلاتينيه اسفنجيه جوه الركبه، كانها غضروف بتمنع الاحتكاك
والبلازما بتبني. فاحنا كده بنستفاد دبل اكشن زي ما بنقول، او استفاده للمفصل فعلا بيبني نفسه، الخلايا بتعيد بناء نفسها، الدنيا بتتحسن، الماده الجيلاتينيه موجوده ما بتتكسرش، ما بيحصلهاش امتصاص او ابزوربشن، فموجوده جوه الركبه، تقلل الاحتكاك، تساعد المريض في حركه الركبه كويس، السلالم تبدا فعلا تريحه في طلوع والنزول، وفي نفس الوقت البلازما اللي احنا بنعملها له على مدار 4 جلسات او 6 جلسات حسب درجه خشونته بتبني. فاحنا بنستفاد استفاده حقيقية كويسة جدا جدا، وهو ده اللي كل يوم في الطب، كل يوم فيه جديد. في المؤتمر لازم يقولك احنا بنعمل كذا عملنا جديد والنتائج عندي كذا، لازم كل دكتور يبقى جاي معاه نتائجه وفيديوهاته، ولازم يرد على الأسئلة الموجودة، لأن بيبقى في ديسكشن كبير جدا في علاج آلام المشاكل أو الانزلاق الغضروفي وآلام العمود الفقري. في جهاز جديد جدا جدا بتدخلي بخلال على الشاشة، تدخلي بحاجة اسمها ليجا شور اللي هو الديسك فيكس، يضيع المشاكل جوه الغضروف ويمتص المادة الملتهبة ويعيد الغضروف لمكانه تاني بفتحة صغنونة جدا جدا. كل ده اسكرين وكل ده على الشاشة قدام عينيا بدون تدخل جراحي خالص وبدون ما اعمل حاجة والمريض صاحي. طب ده مش علم، ده طب طبعا، ولكن أجهزة ولكن إمكانيات. علشان كده دايما الدكتور لازم يبص كل يوم لجديد، لازم يقرأ، لازم يعرف الدنيا ماشية ازاي علشان هو يستفيد علميا ويقدر يجيب النتائج مع المريض. ويعني دايما المريض، دايما المريض لما بيتحسن دي أحسن حاجة عند الدكتور بأمانة، الساتسفاكشن وإحساس الرغب، الإحساس بالرضا إن المريض يتحسن. النتائج اللي شفناها من بق الناس البسيطة اللي بتتكلم بالفطرة، الست فرحانة تقولك أنا بقيت أمشي حتة كبيرة، أنا ما كنتش بقدر أتحرك. أنا ولا الأخت الآتي، أنا عندي ركبتين الدكاترة أقولها لازم المفصلين يتشالوا، يتعمل واحد دلوقتي وواحد بعد 3 شهور، كل ده من غير الجراح. ولا أخونا اللي قال ظهري ما كنتش بقدر خالص أتحرك، فالناس دي كلها فرحانة أنها بتمشي. طيب أنا بأكد تاني على حضرتك إن جلسة عليك وجلسة علينا، يعني حضرتك بتدفع 8 جلسة، الجلسة اللي بعدها مجانا على حساب قصر الشفا. فقصر الشفا كمان معاكو اسبوعيا دلوقتي في كل محافظات مصر، الارقام اهي صوروها، كل التيم موجود، مش شرط الدكتور سامي قنديل، كل التيم بكل احترافية زيهم زي دكتور سامي قنديل بالظبط، كلهم بروتوكول واحد. فربنا يكرم الناس كلها يا رب، ويكرم حضرتك دكتور سامي ويزيدك علم. وشكرا لقصر الشفا انها يعني زي ما الست قالت ربنا يبني لكم قصر في الجنه. شكرا يا فندم. شكرا زوجك. شكرا. للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت، استنوني دايما على قناه تن وبنت البلد. السلام عليكم.